وسط حضور جماهيري وشخصيات رياضية وطنية، حقق الاتحاد الرياضي السوفي حلم الصعود للمحترف الثاني لأول مرة أو القسم الثاني للهواة لأول مرة في تاريخه بعد 4 مواسم متتالية من الانتظار. الإنجاز الذي أسعد كثيرا عشاق الفريقين رغم المعاناة الكبيرة من قلة الإمكانيات المادية، جاء ليعكس الطموح الكبير للاعبين في تحقيق موسم متميز، كما كانت الفرصة أيضا لرئيس الفريق يوسف صخري لمطالبة كل الغيورين على النادي بدعمه ومساعدته في مشوار الفريق الموسم المقبل. والتغطية لعبد العالي رحومة. القسم الثاني ليس بالسهل أخي، إن شاء الله من رجال جهة، رجال أعمال، سلطات تتكتف الجهود بإذن الله، رايحين نفرض وجودنا إن شاء الله، ولما لا حتى بالتتويج بالبطولة. كل شيء سهل بإذن الله مدام تكون الرجال واقفة معنا إن شاء الله. مبروك عليهم كل، مبروك الفريق الشعب، مبروك الولاية الواد ككل، وإن شاء الله العام الجاي لازم يزيدوا يكفوا أكثر من هكا، لان العام الجاي نيفو مش كما نيفو اللي لعبناه قبل. الفريق عنده 4 مواسم يلعب الصعود، الموسم هذا كلل بالنجاح. الحمد لله رب العالمين، تضافر الجهود ووقفه الرجال ما راحتش باطل. نطلب نداء للسلطات المحليه والمعنيه بالامر انها تشوف النادي هذا، لان من غير معقول ان النادي يطلع باش يمثل الولايه بدون موارد ماليه. الف مبروك لكل مشجعي الاتحاد الرياضي الصوفي، بعد ضمانهم الصعود للقسم الجهوي الثاني، قدموا بطوله كبيره جدا، استحقوا الوصول 61 نقطه، هذا دليل على انهم كانوا يستحقوا بجداره.